داخل استوديو ايضا معنا الجمعيه المغربيه لطلبه علوم الاعلام مريم المغاري اللي تستعدوا في الايام القادمه للتحضير للايام موائد مستديره عندها علاقه بالتواصل وايضا بالاعلام. ناخذ فاصل غنائي ونرجع لكم بعد. مالي مالي والشمعة ما بوطلي تقوى، مالي مالي والسما تجملي نيام، مالي مالي والشمعة ما بوطلي تقوى، مالي مالي والسما تجملي نيام. صفحات الجرائد واش المسؤوليه ديالكم؟ المسؤوليه ديال الصحفيين كيفاش تشوف ياسين؟ بديتم من 2005، عندكم البوم الدرجه الاولى، عندكم البوم ثاني يبسيط، مجموعه من اللقاءات في مولاي بوسلهام، وايضا مشاركه في موازين الدوره السابقه وايضا الدوره الحاليه. تفضل ياسين. ميرسي خويا سمير على الكلمه، وكنقول السلام عليكم من قلب الرباط المغرب كامل من جهه الغرب من شرق الاقصاري. طب دريم جاكم. طب دريم جاكم. يو معكم جروب طب دريم. كنا باش نكمل كلمه السؤال ديالك ونجاوبوا. اول حاجه كما كتعرفوا الميزان ديال الراب الموسيقى انه ميز بحر، انا كتبقى ديما موسيقى الراب انها كانت في الاول ضروري كانوا لي باريار، كانوا بزاف حوايج كيحاصرهم، ولكن الحمد لله ولاو بدا مبادرات ولاو الحمد لله اذاعات ولاو بزاف حوايج كيخليونا نعطيو ديك الطاقه اللي عندنا. والحاجه اللي بغيت نقولها واللي جيت عليها دابا خصوصا جاي زعما مبرمجها في راسي ما قلتهاش ليا جاي كنقولها هي اننا نحاول شويه نقيسوا الضوء لجهه الغرب ونشوفوا المدن الصغار، لان ما كايناش وسمحوا لي كنقول المغرب كامل اللي كيسمعني من الرباط طنجه الكويره الحمد لله كلنا مغاربه، غير كنقول راه كاينه واحد المدن صغار اللي مشرع بالقصيري ودي ودي قلال ومدن كامله ولكن خرجتي كامله يعني راه كاين طاقه يعني كاين طاقه في مشرع بالقصيري. المهم البدايه ديالنا وصلتكم سلسله ماشي مشاركات ديال الشباب من الشعب القصيري في الاول؟ لا ما وصلتش بالشعب القصيري ولكن تسمى من جهات اللي هي يعني نهائيه ميسور يعني شركه ميسور تيزنيت تيزنيت كاين المضيع كاين البنقرير كاين الراشديه ورزازات سرودانات المحمديه كاين هناك يعني العديد من المدن الصغيره اللي شاركات والمشاركه ديالها ما نكتبش عليك انه كاين بعض الاشياء اللي هي مازال دابا في هذا كاين شيء ما نوجهوش غادي باش نسم خويا سمير على القديم واش صوتكم كيوصل بيان سي ما غاديش يوصل او انتم الرباط جمعتوا كاع الاذاعات وجبتوا في القصيره وجبتوا لنا شي راديو وجبتوا لنا شي حاجه فين انتم؟ المهم اخي سمير ميرسي بزاف هذا واجب ديالنا والكلام ديالكم تكتبوه مع بعضياتكم واحد فيكم هو اللي مكلف بالكلام كنحاولوا ناخذوا لي سيجي ناخذوا كنتفقوا عليه ابخي كنشوفوا الريفران يكون اتيرون اكسيس للبيبليك يكون واعر يكون واعر وديك الساعه كتصير من الساعه كيفاش كنختاروا بالنسبه للسوجي يعني كنختاروا السوجي لا لعبوا انا كنختاروا السوجي لا لعبوا بالنسبه لي بارك كنكونوا ديجا صايبنا الانسترومونتال مع التريني كنصايبوا مع الانسترومونتال و بيا ايليس كومبوزيتور ابخي كنختار السوجي قاعد تصور انا نشوفوا ديك الشيء في الفيس العشيه غادي نرجع لك بعد قليل شنو غادي نسمعوا لها الان تيتر ولاد ام بي كا ولاد ام بي كا مباشرة نسمعوا ولاد بالقصيري ولاد بالقصيري توب دريم
مريم يلا توب دريمز كان معكم مباشرة مع شباب الحدود الساعة السابعة ياسين إلياس أنس إلياس الكلمات شنو تتحاول تطلب لهم الشباب المسؤولين في الشعب الاقتصادي الصعيد الوطني يمكن يلا كيف ديرتهم السلام عليكم شنو كنحاولوا نوصلوا لمصالح الشباب باش يعرفوا بدا اول حاجه يعرفوا الراس اللي مابقاش ذاك الراس القديم اللي كانوا كيعرفوا ديك كما كانوا شي جروبات كانوا كيقولوا شي كلمات اللي ماشي في المستوى حنا بغينا نبينوا بان بان الجمهور المغربي كامل بان الراس من القدام ان شاء الله غادي يكونوا اللي يكون شارك في جروبات اللي غادي يبريزونتيو المغرب الصعيد العالمي ان شاء الله. نعم واكيد تلوى يعني داخل المقر الاعلامي للشباب التعبير والحريه ديال التعبير والخلق يعني فضاءات ومجالات للتعبير ممكن انها تساهم في دعم ترتيب المغرب يعني حريه الصحافه والتعبير وايضا دعم الشباب انهم يمارسوا الحريه ديالهم وطنيا. طيب بحال سامح يعني بعد ايضا كيفاش ممكن الشباب يعبروا على الذات ديالهم من خلال يعني هذه الموسيقى الجديده تفضل احنا التوجه ديالنا بالنسبه للموسيقى كنا كنرتاحوا اصلا اصلا جبنا السيد الراب وكنرتاحوا فيه اكثر يعني هو اللي كيعطينا واحد الطاقه باش نقول الشيء اللي عندنا ونوصلوا الميساج كاع للجمهور المغربي. ياسين توب دريم الموسيقى والقرايه. ضروري القراية أول حاجة تقولها بشوية ضروري القراية باش نقول باش عرفنا المغرب أكثر أن الأخ أن أنس فوبينس كتكون من ثلاثة الناس أنس إنوان اللي كيكمل هو الكاميرامان دابا الكاميرامان دابا كيكمل الدراسة ديالو ديال السيسيا ديال البروغراماسيون يعني باش هذا كنبغي نقول يعني ما كاينش غير الراب وأنا كندير جيستيون دانفورماتيك عندي دوزيام اني هاد العام ابخي كاين تكنيسيان في الكهرباء الكهرباء بون اللي بغيت نقول المغرب كامل يعني انا ماشي الدراري اللي تيديروا الوطني انا راه في راه في الدرب وتي تي لا لا هذه اللي بغيت انا ما بغيتش الحمد لله هي راه تحيدات هذه راه من 2005 ل 2010 كنضربوا قيلة تحيدات بزاف شو يعني الراب ديما كيبقى يقول لك بنادم ما عنده ما يدار موسخ بنادم ما عنده هذا يعني داك الشيء تحيد الحمد لله يبيد كامل و دابا اللي كنقول ان الراب دابا جاي بصوره جديده وكما قال الاخ الياس ان جايبين شي حاجه ان شاء الله اللي تحاول ما يبقاش الراب ديما في هذيك الموجه باش ما يبقاش هذيك الموجه اللي كيقولها الناس الكبار كيقولوا موجه عابره هو ديما الموسيقى مجال بحر كبير عمره ما كيتحد الا كانت موجه عابره كون اكيد ان الراب غادي يجيب عاوتاني شي حاجه جديده وكتبقى غاده وكتستمر الحياه. العام اللي فات كنت في موازين ما يعني ما قدرتوش ما وصلتوش للنصف النهائي هذا العام نفس الشيء شنو وقع؟ نهارتي خويا سامر عاوتاني كنشكر ثاني مرة جينا غا في الموازين عندنا هذه دو فوا كانت عندنا لا بريميير فوا كانت عندنا في 2009 في موازين في الرباط جي الموازين ما دزناش ماشي كيسيون انا اللي بغيت نقول كاع اللي كونديدا اللي كيشاركوا اللي ما داش يعني راه صافي راه يعني صافي راه ما عندوش ولا سالا لا موازين غير مجرد واحد البدايه 2010 كان عندنا عاوتاني قلنا خصنا نحلوا نوصلوا علاش ما وصلوش لنا فيلا قبل واحد ما وصلش لك واحد بعاد كذا ولكن نقلبوا تلاقيت بكم ديك الصباح ما نكذبش عليك طلعنا بواحد لي تخاك اللي كان تخاك ما كانش باقي كاع ما داش كان عندنا اللي هو في البوم اللي هو الفقر والابداع
اللي كانوا وجدوا دابا وكنا لعبناه لايف، غير حنا كنا متوقعين ان غادي تلعبوا لايف تلعبوا بشي حاجه يعني اتيرون مي دوماج. هذا كيبقى لنا مونك حنا انا نعترف به ما عندناش بيجي. المهم كنقول لي بيجي ديال المغرب مرحبا بكم في طوب دريمز ومشرب القصاري. طلعنا وكان داك في المايك عطاونا الباص والانسترومونتال زادونا اكثر من هذا. تصور انا كراطي وما كنتسمعش الكلام كان مكرات انا كنت غادي نقول لهم وقفوا ولا خدنا نوقفوا صافي ولا الحمد لله كتكمل وحنا معاكم ان شاء الله اليوم في الرباط. مرحبا بك ياسين وإلياس، أنا نتمنى لكم التوفيق وحظ سعيد. نسمعوا الآن حياتنا ساعة دائما من الإبداع ديالكم. هذا آخر من آخر ألبوم ديالكم يد في اليد. هذا آخر ألبوم ديالنا اللي كان في 2008 دابا كيسمعوا في 2010. نعم يعني شوف كاين واحد أنت اللي معطل ماشي أنا. لا ما حنا قلبنا لو تخاك لا يدوز دابا سميتو حياتنا ساعة نيميرو 4 وكنتمنى المغرب كامل يعجبو. العام الجاي عاد تخرجوا الالبوم الاخر ولا هذا العام 2010؟ دابا كنوجدوا ماكسي بروفيسيونيل اللي يكون مجموعة ديال توب دريمز اللي كانت حاضرة معنا اليوم مباشرة من مشرع بالقصري. I'm gonna get you out of here.